وهل يجوز للمرأة المحدة مخاطبة الرجال الأجانب؟ نعم، مخاطبتهم للحاجة ما في بأس، مشافهة أو بالجوال أو بالتلفون للحاجة، والسلام والسؤال عن شيء ما في مانع، إنما الممنوع الكلام اللي فيه ريبة أو فيه اطماع للذين في قلوبهم مرض، وهذا ما هو خاص بالمعتدة، هذا عام من جميع النساء. فلا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. نعم.